نقول تاني ولا نكتفي باللي قاله وليد؟ شفته؟ شفت معدن اللعيب الصادق اللي واثق في نفسه؟ قال له والله مش عاجبك يمشي، انت نمره ثلاثه. قال له لا امشي، اروح فين؟ راح رايح مدي لنفسه كورس اضافي في التدريب البدني عشان لما يرجع واقف على حيله يجبر المدرب انه يخش يعتذر له قدام زمايله. فعظيم. دي رساله يا باشمهندس لكل اللعيبه. ايوه، هو انا مبسوط من كلام وليد. ايه يعني ان هو بيرضي لا الاهلاويه اللي جواه؟ بيرسخ، لا بيرسخ مفاهيمه ومبادئ بجد. ده كل لعيبه الاهلي الجديده اللي تقعد تتفرج على ده اداله من الروشته. بالظبط. وليد سليمان لاعب بقيمته الاهلي، المهندس عدلي حفي وراه 4 سنين زي ما وليد قال، وفيها مشاكل، والوزير البترول وقتها سامح فهمي مانع، حدوته كبيره قوي، وانهيار عصبي يجي لوليد. يعني لعيب بذل جهد كبير قوي، وسمعته وهو بيقول كان بيتخصم لي فلوس كتيره خلال 4 سنين، كل ما اقول نفسي اروح الاهلي، عايز اروح الاهلي، وهو في انبي وهو في بتروجيت. فلعيب يضحي كل هذه التضحيات، ولما يجي يلاقي مدرب كبير زي مارتن يول يقول له انت رقم 3 عندي، ولو عايز امشي، ويتدخل بالنصيحه مدير الكوره فيكلمه على وليد، والراجل لا راكب دماغه. وليد ما لجأش للاعلام، ما شهرش بالراجل، ما ضغطش على الجهاز، ما قعدش يمسك التليفون ويحرض الجمهور ويحرض الاعلام ويسوس جوه الفرقه ويهز صوره الراجل عند الاعلام وعند الناس. على فكره في كتير قوي من اللعيبه بتعمل كده، لكن وليد سليمان لا. بصوا درجه صدقه واحترامه. عايز تعرف قصه الانهيار العصبي اللي جاله؟ اه. انا قالوا لي، انا متابع معاه مان تو مان يعني، ايوه، فقالوا لي النهارده يعني اتنقل على المستشفى عشان راح قال لهم انا عايز اروح العب في الاهلي. قالوا له لا، بعد شويه جاله انهيار واغماءات فراح مستشفى جنبنا في العجوزه. فانا قررت ان انا استاذن من النادي ان انا نبعت له ورد، ان يعني نحسسه ان احنا ملمومين حواليه. وحسيت ان القدر ادانا المفتاح اللي نقدر نحقق له رغبته. لانه اتقال له كده، عايز تسيب بتروجيت تروح انبي. فاذا كان هتضغط عليه بالسلطه لدرجه انه يقول انهيار عصبي، اعتقد الاتحاد الدولي كان لن يقبل بهذا الامر ابدا. لكن اللي حصل ان في الفجر راح للشخص الذكي اللي انت تعرفه انا وانت، وخده بيقول لك انا قمت فقت لقيت ناس ثانيه قاعده حواليا. طاقم الوزير والوزير. عايز يسيب بتروجيت امضي دلوقتي عقود ام بي. وحصل وراح ام بي. مروحه ام بي بقى خلانا برضه يعني ما نيأسي لحد ما جبناه وقتها كان برقم قياسي يعني. كان اغلى لاعب ساعتها 8 مليون جنيه. 8 مليون؟ اه طبعا. لام بي. وكان الزمالك داخل في الموضوع، وهم في ام بي يعني مهنيين يعني شطار شويه، ويقول لك ايه طيب هنحط الاثنين قدام بعض. قلت لهم لا، حطوا دي او نقطه لحد تاريخ كذا، اللي مش هيكمل يبقى بره. فقالوا بكره الساعه 12 اخر عرض جه، كنت انا كلموه في التليفون، واحنا هندفع 8 مش عارفه ايه. طب احنا مستنيين. ما جوش 12 5. قلت لهم انا عايز وليد، ادوني وليد. موقف محترم الحقيقه، موقف محترم. وعلى فكره اللي يلاحظ مسار مشوار وليد سليمان مع الكوره يكتشف انه الكلام اللي انتم بتسمعوه منه ده مش من فراغ. وليد سليمان فيما اذكر انه كان لاعب ناشئ في نادي حرس الحدود، هو من المنيا.
مجيء صعد في حرس الحدود ما تمش تصعيده، والمدرب اللي كان ماسك وقتها شاف انه ما ينفعش وتم الاستغناء عنه مجانا. فراح وليد يلعب في الدرجه الثانيه، لعب في بتروجيت ويصعد ببتروجيت للدوري الممتاز ويستمر مشواره لغايه لما يوصل. راح الجونه الاول، راح الجونه قبل بتروجيت. اصل هو انا ليه بقول لك راح الجونه؟ لانه احنا مضيناه. وبتروجيت جريت مضته وخدته ودفعت وخلصت مع الجونه. فكان لعب في الدرجه الثانيه مع الجونه. فكان لا اعتقد الجونه كانت ثانيه ولا درجه ممتاز وقتها مش فاكر. لا كان لسه مصعدش. انما هو كان لعيب. وكل ما اكلم مختار على لعيب يقول لي لا هو اللي يستحق المجهود هو وليد بس مش حدهولك. ايوه. بتروجيت. بتروجيت لانه صعد بيهم. فطبعا ما رضيناش ساعتها يعني نقول انه ماضي الناديين وبتاع، ويمكن هي دي كمان كان اول لقطه بيننا وبينه. شاف ازاي احنا خوفنا عليه. شفت الصعايده بيبقوا عاملين ازاي؟ ده تمام، احسن ناس والله. طيب هنشوف وليد سليمان